مرحبا بكم. المشهد الليلة تكرر في السودان أكثر من مرة. الأطراف العسكرية لم تنجح بالتوصل إلى حلول توافقية، ما أدى إلى تأجيل آخر للاتفاق السياسي النهائي الذي يفترض أن يبرم اليوم. فشل انعكس على الشارع. المواطنون خرجوا بتظاهرات عنوانها الرسمي إحياء ذكرى 6 أبريل، بينما رسالتها الضمنية هي تشديد القوى المدنية على خيار الانتقال وعدم التهاون به. فهل تلقى هذه المطالب آذانا صاغية أم أن خلافات العسكر أكثر تعقيدا من ذلك؟ الشعب السوداني أمام لحظة مفصلية بعد فشل إبرام الاتفاق النهائي، والسبب هو خلاف بين الجيش وقوات الدعم. فشل سرعان ما انتقل للشارع، مع حديث شهود عيان عن تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة إلى جانب إغلاق طرق رئيسة في العاصمة. وهي تحركات أتت وسط دعوات للتظاهر تزامنا مع إحياء ذكرى 6 أبريل، وهي تظاهرات بدت محاولة من القوى المدنية لتأكيد تمسكها بحكم مدني وإنجاز التحول الديمقراطي. ومع التعزيزات والتظاهرات، يقول مراقبون أن المشهد بدأ في الخرطوم استعراضا لكل طرف، طبعا استعراض قوة، وسط سيناريوهات يقول المراقبون أنها ليست كثيرة، إما توافق الجيش والدعم السريع أو سيناريو آخر يتخوف منه السودانيون، وهو انحياز القوى المدنية لأحد الطرفين. وعقب إعلان قوى الاتفاق الإطاري تأجيل توقيع الاتفاق السياسي، استغلال القوات المسلحة لدعم جهات سياسية أو الذي كان مقررا اليوم، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بحسب تعبيره. البرهان قال إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة، مضيفا أن جميع الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية. وفي سياق متصل، كشف مكتب الشؤون الإفريقية الأمريكي عن اتصال جمع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بقائد قوات الدعم السريع، أكدت خلاله واشنطن أن رغبة السودانيين في استكمال الانتقال الديمقراطي قائمة. ينضم إلينا من الخرطوم الطاهر حجر، عضو مجلس السيادة السوداني. السيد الطاهر، أهلا بك معنا. المهلة ذات 5 أيام البارحة والتي يعني منحت للجان الفنية انتهت، لكن يبدو أن الخلافات لم يعني تفض. ما هي النقاط العالقة حتى الآن؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم قناة المشهد، ورمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على خير، ومبارك عليكم الشهر. شكرا لك. وأنا سعيد بالإطلالة على قناتكم. أهلا وسهلا بك. والتحية عبركم لكل العاملين بهذه القناة. بالنسبة للسؤال، أولا نحن أفتكر أننا نحن على حسب الترتيبات الجارية من المفترض أنه التوقيع على الاتفاق النهائي يكون اليوم بعد التأجيل الأول، ولكن كما ظهر في تقريركم بأنه هنالك لجان فنية مجتمعة بين الدعم السريع وبين القوات الشعب المسلحة من جانب، وجانب الآخر مزيدا من التجويد من الموقعين على الاتفاق الإطاري والعسكريين لمزيدا من التجويد لاتفاق السياسي النهائي. ولذلك كل الاجتماعات أكدت على أننا كلنا ذاهبين للاتفاق النهائي، ولكن هذا التأجيل جاء بناء على الضرورة الملحة من اللجان الفنية التي لم تخلص من بعض النقاط. وأفتكر أنه النقاط العالقة هي هنالك تقدم ملموس وفق التقارير الواردة، أن إحنا يعني مبشرين بها خيرا، ولكننا
نرى أن هذا التعجيل بيدينا مزيدا من الوقت ومزيدا من التجويد في الاتفاق النهائي وفقا للتجارب السابقة. وافتكر أن اللجان منعقدة حتى هذه اللحظة، إنها مستمرة. المهم في هذا الأمر أن كل الأطراف، لكل الإشارات الموجودة، لكن كل الأطراف من القائد العام للقوات الشعب المسلحة وقائد الدعم السريع، وفي كل لقاءاتنا أسفرت بأنهم هم ملتزمين بالعملية السياسية وملتزمين بالمخرجات وملتزمين بكل الاتفاقيات التي وقعت بينهما وبين الأطراف المدنية الأخرى. وعليه أفتكر أنه النقاط العالقة فيما يبدو أنه هنالك يعني تقدم مع التجديد على التمسك بالالتزام بالعملية السياسية، نعم، وانتهاء سيد العمل الطاهر، للجان الفنية، وكأنك تنظر إلى مستمرة، نعم، من كل الأطراف، وكأنك تنظر إلى التأجيل بشكل إيجابي وأنه سيتم حل جميع النقاط العالقة. طيب لماذا في كل مرة إذن يتم تحديد يعني تاريخ ومن ثم يؤجل؟ فلتحل النقاط العالقة ومن ثم يصار إلى اتفاق نهائي. هي المسألة كلها مسألة تقديرات، المسألة بتاع تحديد المواقيت الزمنية مربوطة بأحداث تاريخية في السودان. وافتكر انه يوم 6 ابريل قال يوم تاريخي ويوم عالق في ذهان السودانيين، ونحن بنحيي كل السودانيين بمناسبة هذا اليوم العالق في ذاكرة كل السودانيين بالتاريخ الطويل في هذا اليوم العظيم بالنسبة للشعب السوداني. وافتكر اننا نحن يعني الآخر للإضافة لهذه المجهودات الكبيرة، وافتكر انها كلها في الاتجاه الإيجابي. لذلك انا رؤيتي انه هذا التأجيل سوف له ما بعده، وافتكر انه الإشارات الطيبة هي اللي بتؤدي لانه الناس يأجلوا المواقيت. طيب القوى المدنية الآن سيد الطاهر كيف تنظر إلى المشكلة بين المكونين العسكريين، يعني القوات المسلحة والدعم السريع؟ ثمة استعصاء قائم على المستوى العسكري وأيضا بين المكون العسكري والقوى المدنية. أنا أفتكر أن الحوارات دي حوارات كانت لفترات طويلة بين المدنيين والعسكريين، وكذلك بين المدنيين والمدنيين والعسكريين والعسكريين. وأفتكر أن هذه الحوارات أسفرت بنتائج كبيرة، وهذه النتائج الآن تؤتي أكلها. وعلاقة المدنيين بالعسكريين افتكر انها هي علاقة مساعدة للخروج من الأزمة. وافتكر انه قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلح هي كلها قوة نظامية، وقوات الدعم السريع من الجانب الآخر هي ملتزمة بالمسألة بتاعت العملية السياسية وملتزمة بالدمج بالقوات المسلحة وفق الجداول المتفق بينهما او التي سوف يتفق عليها في اللجان الفنية. وافتكر انه هذه الاشارات اشارات جميلة، واشارات ان احنا بندعو لها دائما. وكل المدنيين هم ليسوا مع طرف محدد، ولكنهم لديهم الطرف مبدأ الحياد في كل الاطراف للخروج من الأزمة ولمساعدة العسكريين في عملية الاصلاح وعملية الدمج كذلك. طيب. وافتكر انه المدنيين موقفهم مبدأ الحياد من الجانبين. طيب سيد الطاهر لماذا لا تؤجل كل هذه الخلافات أو حتى الاتفاقات بين المكونين إلى ما بعد توقيع الاتفاق الإطاري؟ هي نحن بنفتكر أنه هي هذه المسائل مسائل يعني مسائل من الأهمية بمكان أنها تحسم، لأننا عاوزين نوقع على اتفاق سياسي ينقلنا لتشكيل الأجهزة بتاعت الحكومة، وبيؤدي إلى خروج المنظومة الأمنية من العملية السياسية برمتها. فعليه هنالك التزامات وهنالك واجبات للحكومة التي سوف تسهر عنها المسألة بتاعت العملية بتاعت الاتفاق السياسي. وهذه الاتفاقية هنالك التزامات سوف ترجع للمسألة بتاعت المنظومة الأمنية، إذا كانت القائد العالى، إذا كان القيادة بتاعت القوات الدعم السريع أو القيادة بتاعت القيادة العامة، وكيفية العلاقات الأفقية والرأسية بينهما. وهذه المسائل مسائل
أفتكر إنها مسائل مهمة لحسمها ومن ثم الذهاب إلى الاتفاق النهائي. فلأهمية هذا الأمر أنا لا أرى حرجا في إنه الاتفاق سوف يتم الاتفاق بين العسكريين في مسألة الورقة بتاعة الإصلاح ما بين الدعم السريع وما بين القوات الشعب المسلحة من جانب، وكذلك مسألة الإصلاح هي مسألة سياسية ومسألة عسكرية، لذلك سوف يشارك المدنيين كذلك في الجانب الآخر كما نوقشت في الورشة من قبل الانتهاء من اللجان الفنية بين الدعم السريع وبين الحكومة السودانية. فهذه المسألة تكمن في أهمية المسألة نفسها، ولذلك لكن أيضا المسألة فيها استقصاء. يعني قادة الجيش أستاذ طاهر، قادة الجيش يضغطون يشترطون الدمج، الدعم السريع يشترط تنقية الجيش والإصلاح وإخراج فلول النظام السابق والأخوان إلى آخره. طيب ألا يوجد يعني اليوم حاجة إلى تنازل ما من قبل أحد الطرفين؟ هي التنازلات مطلوبة، ولكن نحن هذه الورقة أنا كما قلت في حديثي أولا إنه المسألة الفنية ما بين القوة بتاع الدعم السريع وبين القوات الشعب المسلحة، القوتين قوتين نظاميتين، هنالك علاقة بينهما لتصفية الأمر بتاع الاتفاق بين المنظومة فيما بينهم. وأما مسألة الإصلاح بعمومه، ما هذه المسألة مسألة سياسية، ويجب أن كل الأطراف يكونوا شركاء فيها، المدنيين، الأحزاب السياسية كلها، الحركات المسلحة، منظمات المجتمع المدني، لأن مسألة الإصلاح مسألة شاملة ومسألة كبيرة. وكما قلت أن هنالك حزبيين في المؤسسة بتاعت القوات الشعب المسلحة وليس بتاع النظام السابق فقط. أنا في رؤيتي أنه مسألة الإصلاح مسألة شاملة، من المفترض أنها ننظر لها من منظور الإصلاح الشامل وليس أعضاء المؤتمر الوطني فقط. هنالك وجود في القوات الشعب المسلحة في قيادتها، هنالك وجود لنظام العناصر لنظام السابق، هذا لا ينكره أحد، ولكن لا ينكره أحد هنالك برضو أحزاب أخرى لديها تأثير في هذه المؤسسة. فمسألة الإصلاح نحن بننظر لها بمسألة مفهوم شامل، لكن المسؤولية في المسألة بتاعت المنظومة الأمنية فيما بين القوات الشعب المسلحة والدعم السريع، أفتكر إنها هي لجنة فنية مكونة من ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا، وأفتكر إنهم هم قطعوا شوط وهنالك نتائج ملموسة. في اجتماع البارحة، في اجتماع أمس سيد الطاهر، إنه الأطراف أكبر، هل أثيرت هذه النقطة؟ هل تم التوصل إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بقوات الدعم السريع؟ أنا لا 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 أقطع الشك، أول يعني يكون لدي معلومة أكيدة في إنه، لأنني ما لم أنور بعض بنتائج هذا الاجتماع، ولكن النتائج ملبوسة من خلال لقاءاتنا بقائد الدعم السريع وبقائد القوات الشعب المسلحة وكل القادة في المنظومة الأمنية. هم أكدوا على أنهم هم ذاهبين في العملية السياسية ولديهم نتائج ملموسة ومتقدمة، وهي المسألة مسألة حوار ما دام الالتزام بالكل. هي الحلول في الجزئيات أفتكر أنها مسألة وقت يعني. طيب هل اقتصرت النقاط المثارة أمس في اجتماع أمس على هذا الموضوع، أم أنه ثمة مواضيع أخرى؟ لا، هي المواضيع مواضيع شاملة، مواضيع كبيرة، في تتحدث في المواقيت الزمنية للدمج والمسألة بتاعت القيادة ومسائل فنية كثيرة. أفتكر أنه النقاش مطروح بأجندة كثيرة، أنه الناس هم متقدمين في النقاش في النتائج المرجوة، وأفتكر أن النقاط الخلافية هي أصبحت أقل من النتائج النقاط النزاعية. إذن يفترض أن يكون هنالك جدول زمني لإنجاز الاتفاق، بما أنه يعني النقاط الإيجابية أكثر. نحن طبعا بنتمنى ونحن دافعين لذلك، ونحن أفتكر أنه هذا الاتفاق
من الاتفاقيات المهمة بالنسبة لنا الجانب الخاص بالدعم السريع والجانب الخاص بالقوات المسلحة. وافتكر انه هذه اللجنة الفنية الخاصة بالدعم السريع والقوات الشعب المسلحة لجنة افتكر انها بمسؤولية كبيرة ولديها مسؤولية كبيرة فيما وصلت اليه البلد. وافتكر انهم هم بعدين يعني يناقشوا هذا الامر من المسؤولية الوطنية، ونحن كذلك لم نكن جالسين وننظر إليهم، بل أن احنا برضنا دافعين في الاتجاه بتاعت إننا نساعد في الحلول ونساعد ما ممكن مساعدته. أما الأهم هي مسألة الإصلاح الشامل في المنظومة الأمنية والتي سوف يشارك فيها كل الفعاليات السياسية ولا سيما حركات الكفاح المسلحة. طيب، نريد الحديث الآن عن دور البرهان وحميدتي بعد الاتفاق. كيف يمكن أن نتصور دور الرجلين؟ هي طبعا أنا أفتكر أنهم هم يعني هم موجودين في المشهد ولديهم دور كبير في سواء كان في القوات الشعب المسلحة أو في القوات الدعم السريع أو في عموم المشهد السياسي في البلد، باعتبار أنه هذه المنظومة هي جزء أساسي من المشهد السياسي الآن. وأفتكر أنهم هم حيكون عندهم مسؤولية كبيرة إلى نهاية الفترة الانتقالية، يعني في قيادة القوات الشعب المسلحة ولجنة الأمن. كذلك هم حيكونوا موجودين في مجلس الدفاع الأمن والدفاع، وأفتكر أنهم دور يعني موجود في كل المرحلة بتاع الفترة الانتقالية أينما وجدوا. نعم، ألا يمكن تقاسم الصلاحيات؟ يعني هذا الاستعصاء اليوم ناتج عن خلاف حول القيادات، ألا يمكن إيجاد صيغة معينة يتقاسم فيها الطرفان المسؤوليات وتحل الأزمة بشكل سلس؟ والله هي المسألة في تقديري أنا الموضوع مش الموضوع الشخصي، الموضوع أكبر من كده. الموضوع موضوع المنظومة الأمنية بشكلها الكامل. وأفتكر إنه المسألة بتاعت المهام هي موجودة في الأساس وفق الوثيقة الدستورية السابقة، في الاتفاق السياسي الآن مفصل في مجلس الأمن والدفاع، وكذلك في قانون القوات الشعب المسلحة وقانون الدعم السريع. وقانون القوات الشعب المسلحة جزء، قانون الدعم السريع لا يجوز لا يتجزأ من القانون بتاع القوات الشعب المسلحة، باعتبار انه هذه القوات منشأة بقانون. هي المسألة مسألة ليست مسألة مهام واختصاصات، لكن المسألة مسألة الإصلاح ومسألة الدمج. هذه مسائل كبيرة بتحتاج لمعالجات كبيرة ومعالجات نهائية. فنحن بنفتكر انه المنظومه تحتاج زمن الامنيه طويل جدا. يعني في سيد قياده من الطاهر، العمل السياسي يحتاج لزمن معقول، على اساس انه يتم المساله بتاعه الدمج ومساله بتاعه الاصلاح. ونحن بنؤمن، انا واحد من الناس المؤمن بالايمان كامل بالجيش الواحد اللي الجيش اللي القومي، الجيش المهني، الجيش اللي ما عنده ولاء لقبيلة ولا طيب عنده ولاء لجهة سيد جغرافية الطاهر، محددة ولا عنده ولاء لجماعة دينية أو جماعة حزبية. طبعا فأفتكر أنه سيد هذه الطاهر، ما المسألة لم يوقع متفقين العسكريين، عليها جميعا، أن إحنا الحركات المسلحة نعم، فيما لو أن إحنا لم الحركات نعم المسلحة والقائد الدعم السريع والقائد القوات المسلحة كلنا نؤمن بهذا المبدأ. نعم فيما لو لم يوقع العسكريون، هل الاتفاق عرضة للانهيار؟ لا طبعا، الاتفاق ليست هنالك عرضة للاتفاق بأي حال من الأحوال، لأننا نحن لدينا مسؤولية في هذا البلد ولا بد من الاتفاق، لا بد من الاتفاق بعدما كلنا مؤمنين بأنه هذه المسألة مسألة التحول الديمقراطي ومسألة إنهاء العملية السياسية بمراحلها الكلية،
وما دام ما هنالك تأكيد للالتزام من قائد الدعم السريع وقائد القوات المسلحة بهذا الأمر، وافتكر اننا نحن يعني ما في اسباب كافية لعدم الوصول لاتفاق ينهي هذه الأزمة. وهم لديهم المسؤولية الكبيرة لدى الشعب السوداني ولدى التاريخ بأنهم هم المسؤولين عن أنه ينهوا هذه الأزمة، وهم المسؤولية الكبيرة لخروج البلد من الأزمة المتأزمة. يعني شكرا جزيلا من الخرطوم الطاهر حجر، عضو مجلس السيادة السوداني. مشاهدينا، التوترات الأخيرة في السودان تتلو مرحلة من بذل جميع الأطراف جهودا كبيرة بحثا عن حل سلمي للخلاف بين الفريقين العسكريين، حتى تمكن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إجراءات لدمج الفريقين تحت راية الجيش على أن يتم التوقيع في الأول من شهر أبريل الجاري. وفي اليوم الموعود أعلن المتحدث باسم العملية السياسية إرجاء توقيع الاتفاق حتى السادس من ذات الشهر، نظرا لبقاء بعض القضايا الأمنية والعسكرية موضع خلاف. قبل انتهاء المهلة المقررة أعلن الفريقان تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي حتى إشعار آخر بسبب استمرار الخلاف على العديد من القضايا المحورية في الاتفاق. الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان يصر على تحديد مواعيد واضحة لدمج قوات الدعم السريع، بينما تشترط الأخيرة إعادة هيكلة القوات المسلحة قبل الشروع في عملية الدمج. ينضم إلينا ضيفانا من الخرطوم شهاب إبراهيم الطيب، القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق باسم حزب التحالف الوطني. معنا أيضا من الخرطوم اللواء الدكتور محمد نعمت الله، الباحث في الشؤون الاستراتيجية ودراسات المستقبلية. مرحبا بكما. إذا سيد شهاب، هل الرجلين يصرحان بشيء ويريدان شيء آخر؟ يعني هل لدى كل منهما أو كلاهما رغبة بتأجيل الاتفاق أو عدم إنجازه؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. في اعتقادنا أولا أنه العمل السياسي ليس جزءا منه البحث في النوايا، بقدر ما أنه هو عمل مباشر يستند على كيف أن الناس تدير المصالح المختلفة. بالتالي نحن حتى الآن نعتقد أنه العملية السياسية استطاعت أنها تجمع أطراف متباينة مصالحها في عودة مسار التحول المدني الديمقراطي. بالتالي يتوقع أن تكون هنالك بعض المقاومة لتحسين شروط العملية السياسية من ناحية، وتحسين وضعية الإنقلابيين من ناحية أخرى. إذن وفقا لهذه الفرضيات نحن نعتقد الآن وصلنا للمرحلة تجعل أنه نحن أقرب لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. تبقت قضايا هي قضايا مهمة مرتبطة بعملية الإصلاح الأمني والعسكري، بما أنه هذه القضية برضه هي قضية لها جذور تاريخية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية. لنرى أنه هذا الوضع هو وضع وارد في ظل هذه الظروف أن يكون هنالك حالة من الشد والجذب، لأنها هي برضها مرتبطة بمواقع هؤلاء القادة من مشروع التغيير اللي تم في 2018. وفقا لذلك بنرى أنه الآن يمكن الناس قطعت أشواط مهمة، تبقت قضية واحدة هي تتعلق بقيادة شكل القيادة. فبنرى أنه الوضع الآن هو أفضل من قبل 1 أبريل، لأنه التأجيل تم قبل 1 أبريل ما تم في اتفاق حول عدد من القضايا. الآن بعد أن تم حسم الجزئيات الخاصة بالفترة الزمنية الخاصة بدمج الدعم السريع، نعتقد أنه الصيغة التي ستجعل هنالك قيادة واحدة للقوات العسكرية هي مسألة بتاعة زمن، لطالما أنه تحكم
هنالك لجان طب فنية خاصة بالوضع الأمني أو نعم بالقضية الأمنية، دكتور بالتالي محمد، يمكن أن يتم نعم التوصل إلى وصلت فريق. فكرتك دكتور محمد. إذا لم يبقى الكثير لإنجاز اتفاق، هل توافق هذا الرأي؟ وما الذي يمنع إنجازه؟ وكم يحتاج من الوقت لنشهد توقيع؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، والتحية لك ولمتابعيك الكرام ولضيوفك الكرام. أنا أعتقد أنه القضية المتداولة الآن اللي هي قضية الاتفاق الأمني الإطاري أو الإصلاح الأمني العسكري، هذه قضية عسكرية بحتة. الإخوة في الجانب السياسي، وأنا لاحظت الحديث بتاع السيد عضو مجلس السيادة يتحدث عن أنه الإصلاح والإصلاح والإصلاح، وهي قضية والحديث محض كله مركز عسكرية. على الإصلاح الأمني العسكري. نعم، أين الإصلاح الحزبي نفسه؟ يعني أنا بفتكر أنه من يقودون هذه العملية يعني ركزوا على ما لا يخصهم، وأصلا القوات الدعم السريع تتبع قانونا وقيادة للقوات المسلحة، وما كان ينبغي أن تعقد هذه الورشة اللي هي أصلا الورشة عنوان تفكيك القوات المسلحة. هذه الورشة كانت ورشة متحيزة ضد القوات المسلحة، وبالتالي أنا بفتكر أنه ما دام هذا عمل فني ينبغي أن يتركوا العمل الفني للفنيين، وهذا ما كان ينبغي. الآن الحديث الإصلاح الأمني، الإصلاح الأمني، أين الإصلاح الحزبي؟ أين الإصلاح في بقية الأشياء الثانية؟ وأنا بفتكر أنه الآن القضية بتاعت القوات المسلحة سهلة جدا، هي عملية بتاعت قيادة وسيطرة، في 4 ولا 6 ساعات يمكن أن تحل عملية القيادة. أما عملية يعني التبعية القوات دي تبنى على هل القوات تكون تابعة للقوات البرية أو ولا تنفصل لوحدها أو وده ما يعرف بالتجحفل، وده عمل فني ممكن يتم في 4 شهور 6 شهور سنة. أما القيادة لا تحتاج، القيادة السيطرة لا تحتاج. أنا بفتكر أنه أي حديث الآن عن أنه القوات المسلحة تقبل بتجزئة، وده ما ورد في العملية السياسية، بتجزئة، هذا لن ينبغي ولن توقع القوات المسلحة. إذا القضية قضية فنية بحتة، ينبغي أن يبعد السياسيين عنها. واضح جدا في العملية السياسية تحيز السياسيين لجهة غير جهة، وبالتالي أفرض الآن تم نجاح العملية بتاعت القوات المسلحة و يعني اتفاق على قيادتها، وأصله لن يتم قيادة مدنية للقوات المسلحة. يعني أي زول بيتخيل أنه حيجي على رأس قيادة القوات المسلحة والقوات الأمنية مدني، هذا لن يحدث، وبالذات في الفترة الانتقالية. القضية الأخرى، أين الاتفاق السياسي؟ أنا بفتكر أنه يعني كان في عجلة، الناس في عجلة من أمرهم، صحيح في تواريخ الثورة وبتاع، لكن الناس كانوا في عجلة من أمرهم وكانوا عايزين يزجوا الناس في توقيع والمشاكل تحصل. القضية الكبرى يجب أن تفتح هذه العملية السياسية. القوات المسلحة لن توقع إلا بعد فتح هذا المسار، وأنا بفتكر العملية السياسية دي انتهت تماما الآن. ينبغي أن تتم عملية سياسية أخرى يشارك فيها الجميع، وينبغي أن تكون هنالك عملية بغير قيادة الحرية والتغيير المركزي. الآن الحرية والتغيير المركزي تتسيد الموقف، وهي التي على التواريخ، وهي التي أنا بفتكر أنه السودان لن تقود الحرية والتغيير بهذا المستوى. طيب ألا يعني العملية السياسية القادمة عملية سيد نعمة الله، سياسية كاملة يشارك سيد فيها نعمة الله، هذه الجميع، العملية السياسية التي تقول وإلا لن الآن تكون بأنها لا هناك. تشمل الجميع، دعي إليها الجميع لكنهم هم من رفضوا. الآن ألا يوجد حلول وسط؟ يعني أليس هنالك نقاط توافق في المقابل؟ أليس هنالك مشروع جامع؟ حتى لو كان هنالك بعض النقاط العالقة. هناك مشاريع جامعة كثيرة جدا، ولكن ليس بقيادة
أشخاص يحددون من يشارك ومن لا يشارك، من فوضهم؟ وحتى هذه العملية السياسية لو قامت، هذه عملية برضو ليست من الانتخابات. القوات المسلحة لن تسلم السلطة إلا لقوة منتخبة أو اتفاق شامل، زي ما قال السيد طاهر حجر، اتفاق شامل، وليس تحدد مركزية الحرية والتغيير. الآن تتسيد المشهد كل الحرية سيد والتغيير. شهاب، نريد رد من سيد شهاب. نعم سيد شهاب، نعم نريد رد منك على وتعليق على ما تحدث به السيد نعمة الله، تفضل. ليس هنالك قطع شك رد على هذا الكلام. أنا في احتضان إنه أولاً أنهي تغيير، واستطاعت هذه العملية السياسية رغم التحديات اللي تعرضت لها. العملية بتاعت الإصلاح الأمني والعسكري هي عملية في الأساس هي عملية سياسية، بدليل إنه من ابتدعها هم المدنيين بدعوتهم لتشكيل جيش واحد في ظل وجود 10 جيوش في السودان. نعتقد إنه القضايا الفنية والإجرائية هي الآن في يد العسكريين. نحن أنجزنا 4 قضايا، وحتى لجنة الصياغة انتهت من الاتفاق النهائي، ما عدا الجزئية الخاصة بقضية الإصلاح الأمني والعسكري، هي تنتظر اللجان الفنية أن تنتهي من هذه العملية الفنية والإجرائية. إذن ليس هنالك تدخل في المسألة الفنية الإجرائية الخاصة بالقوات المسلحة. حتى أسس الإصلاح الأمني والعسكري هي ورقة قدمتها قوى الحرية والتغيير والموقعين معها في الاتفاق الإطاري من القوى المدنية لتجريب الشقة ما بين العسكريين. وأيضا لابد إنه يعني نتذكر إنه حديث الانقلاب كان حول إنه هذا التباين هو تباين والمشكلة هي مدنية. الآن نحن نعاني من مشكلة خطيرة جدا في الفترة الماضية، اللي هو التباين العسكري و لكنه رغم أنه عسكري وقضية عسكرية أصبحت قضية عامة طاغية. للأسف انتهى الوقت من الخرطوم. شهاب إبراهيم الطيب، القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق باسم حزب التحالف الوطني، شكرا لك. من الخرطوم اللواء دكتور محمد نعمة الله، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، أشكرك.